أمضى رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية المرورية عقد شراكة مع شركة رونو تهدف لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التوعية ضد خطر حوادث المرور. التغطية كانت لأحمد محمود. يعني هذه نقولوا باللي في اخر سنه 2017 يعني الانتاج تاع رخصه السياقه هاكو حضرتوه في المراسيم يعني انطلاق يعني الانتاج تاع رخصه السياقه، ولكن العمل بالنظام وهو يعني عمل معقد يعني سيكون في نهايه 2017.